بيدخل. مساء الخير كريمة. خير يا كريم؟ خير إن شاء الله. أنا قلت أجي أتكلم معاك كلمتين بس، كنت مستنية الست جفرية تخرج. اقعدي اقعدي. خير؟ والله ما أنا عارفة أبتدي منين ولا عارفة حتى أقول إيه. ابتدي زي ما أنت عايزة. أخوك عبد الله، أنت عارف وأنا عارفة إن هو تعب أوي في حياته عشان الحاج الكبير مات وهو غضبان عليه عشان هو اتجوزني. وايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ له لازمه يا سي عبد الحكيم، واللي بينك وما بينه واللي انت حاطه في دماغك انا عارفه ان انا السبب فيه. مش عارف. معلش خليني اكمل كلامي وبعد ما تسمعني يبقى اقول كل اللي انت عايزه. أنا وعبد الله لما سيبنا البلد وجينا هنا على مصر اتمرمطنا آخر مرمطة، وياما شلنا طين وطوب وتراب على راسنا، وجت علينا ليالي كنا بننام على الرصيفة في الطل، وأنا أقول له يا عبد الله سيب البلد وروح لدارك ولأهلك والمالك والورثك، وهو يقولي لا ابدا انا مش هخش البلد غير وانا عامل عبد الله عشان ما احسش ان ابويا كان عنده حق لما غضب عليا. ست كريمه معلش سيبني اكمل وبعد كده قول اللي انت عايزه. طبعا اللي حصل لنا ده لا كان على البال ولا على الخاطر ولا في الحسبان، فقلت اما اجي اكلمك. طبعا انت مش هيرضيك ولاد اخوك دمك ولحمك وعرضك يتمرمطوا ويتبهدلوا لو لا قدر الله عبد الله جرى له حاجه، عشان كده قلت اما اجي اتكلم معاك. ولو كنت انا اللي بينك وما بين عبد الله ما تعملش حسابي خالص، اعتبرني مت ماليش لازمه بالحياه. طمني انا هعمل اللي انت عايزاه. تعاشمي فيك يا سعد الحكيم، انا قلت برضو لا يمكن الكبير يسيب اخوه في زنقه زي دي ولا بنات اخوه. ان شاء الله خير. استغفر الله. تسلم لينا يا كبير. هستأذن أنا. تفضل. خيرك يزيد فضلك يا رب. ربنا يجاوبك بالسلامة يا عبد الله يا أخويا. انت قاعده هنا وما انتش دريانه باللي بيحصل. خبر ايه؟ ايه اللي حصل؟ المره النباشه كريمه دخلت على جوزك لفته وهيعمل كل اللي هي عايزاه. انت بتقول ايه؟ الدب اياك. زي ما بقول لك كده دخلت عليه دخله صح لفته تحت باطه. كده رايحه فين يا وليه؟ عايزاه يجولني وصنط عليه. يا جالك ده خلينا نفكر وهنعمل ايه. عملها اسود ومهبب على راسها، عايزه تخش وتكوش، وطبعا اللي هتلحفه هتديه لبناتها يتصرمحوا بيه. اعوذ بالله من بناتها، خصوصا العقربه اللي اسمها ريتال دي. انا هو انت هو اما كانت عايزه الواد ابنك وزج عليه بنتها. بنت مين اللي تتجوزوا؟ ده انا كنت قطعت رقبتهم عشان تبقى لها فت كل حاجه. هي خدت اللي عايزاه من عبد الحكيم، والبنات ياخدوا الرجاله باللي وراهم. على جدتي وروحك صد روحها. شوف يا مروان انا صريحه شويه، هي صحيح ناديه بنت خالي ويمكن تزعل مني جدا لو سمعتني بتكلم،
او يمكن تقطع معايا اصلا ما تكلمنيش تاني خالص. بس بصراحه انت غلطان طبعا. انا غلطان؟ غلطان كيف؟ غلطان لانه انت حاجه وهي حاجه تانيه خالص. وسيبك انت من موضوع ان ابوها هو اللي قعدها من التعليم والكلام ده، لا هي اصلا ما كانش ليها طموح. دي كانت شاطره قوي. ايوه شاطره حاجه، وانها عايزه تعمل لنفسها مستقبل ويبقى لها كيان، دي حاجه تانيه خالص. وبعدين سيبك انت من موضوع انه خالي هو اللي قعدها والكلام ده، لا طبعا هي لو كانت اصرت كان خالي هيوافق اكيد. بص هي شكلها كده كانت حطانيها عليك وبتحاول تعمل المستحيل علشان انت لما تشوفها تقول اه فعلا هي مناسبه وتمام. بس بعد ما اتجوزتك خلاص هي كده عملت اللي هي عايزاه، فراحت مريحه بقى خالص. بس طموح بقى ومستقبل وعلم، لا لا انسى. معاكي حق. قولي لي انت اخبارك ايه؟ سمعت انك بتشتغلي في بنك؟ اه شغاله دلوقتي في بنك كبير. مبسوطه بيه؟ الحمد لله وضعي فيه كويس جدا. واخبارك التانيه؟ اللي هي ايه اخبار التانيه؟ الجواز مثلا. طب وانت ليه بتسال في موضوع الجواز ده؟ يعني مش عارف اتكلم معاكي في ايه. لا انا شايفه ان موضوع الجواز ده مش المفروض اصلا ان الواحد يشغل دماغه بيه، لانه ده حاجه عاديه جدا. جواز يعني غريبه، اول مره اسمع بنت بتقول الكلام ده. كل البنات اللي عرفتهم في الجامعه همهم واحد، العريس والفلوس. اهو عشان كده بقى هم فشلة ومفيش اي حاجه في حياتهم عادله. طيب وانت بقى عامل ايه في حياتك؟ انت شكلك مش مبسوط. يعني مفيش حد مبسوط 100%. ده انت لو كنت مبسوط 50% على الاقل كنت رديت اسرع من كده. لا بس بجد انت شكلك مش مبسوط خالص. الحاجه الوحيده اللي عملتها غلط اني اتجوزت وسكنت في بيت العيله، البيت الكبير ده. انت الله يكون في عونك، هتلاقي كل يوم في البيت في حرب عالميه. انا ما فاهمش انتوا بتفكروا ازاي؟ كميه الكراهيه والغيرة اللي ما بينكم من فين؟ كل ما عاوز افكر ازاي بتفكروا انتوا البنات اتعب اتعب. الحمد لله ده انتوا لو تحكموا العالم. يا سلام، وانت بقى يعني شايف ان الرجاله هم اللي بيحكموا العالم زي الفل؟ معاك يا حاج، بس انتوا لو حكمتوها هتخربوها. انا عايز قهوه تاني. حاضر نطلب تاني.